تفسير قول عظم الله أجركم في المنام له العديد من الإشارات في حياة صاحب الحلم، والعبارة تقال عند التعزية والمواساة في الميت، ورؤيتها في المنام تحمل تأويلات مختلفة باختلاف حالات الحالم. فرؤية الحالم في المنام للعزباء له تفسير يختلف عن رؤيته في منام المتزوجة أو الحامل. الحالم إذا رأى في المنام أنه يقول عظم الله وأجرك، فقد يشير الحلم إلى انتهاء المشكلات التي يعاني منها الرائي وتغير الأحوال للأفضل بوجه العام. رؤية الفتاة العزباء في المنام من يعزها قد يشير إلى تغير أحوال الفتاة للأفضل وشعورها بالراحة في حياتها الأسرية وعلاقتها بمن حولها. رؤية المتزوجة لحلم العزاء في المنام قد يحمل معالي التخلص من المشكلات مع الزوج وعودة التفاهم والوئام إلى الأسرة بعد الخلاف والشقاق. حلم التعزية في المنام للحامل قد يشير إلى اقتراب موعد الولادة وقلة المتاعب التي تقابل المرأة في عملية الوضع. الشاب الأعزب إذا رأى في المنام حلم العزاء فقد يشير الحلم إلى وجود الزواج القريب والارتباط بمن يحب. وإذا كان الرجل يبحث عن عمل فالحلم قد يشير إلى البشارة بالعالم الجديد والحصول على فرصة مناسبة. رؤية الحامل للعزاء في المنام وكانت لا تبكي فيه قد يحمل معاني السعادة وسماع الأخبار المفرحة في القريب. رؤية الحالم لمجلس العزاء يقام في بيته ويجتمع فيه الناس لشخص معروف قد يشير إلى مناسبة سعيدة للرائي في الواقع. رؤية الحالم لأناس تعزي في المنام وكان في رغد من العيش وسعادة في الحياة قد يشير إلى ضرورة وبلاء يصيب الرائي في واقع حياته. نهاية حلقة اليوم، إلا عجبتكم ما تنسوا تديروا جيم وتبارطاجوا الحلقة مع أصحابكم. للقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.